سيداتي وسادتي، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم معنا في دردشة. نجحت أوبرا عايدة مؤخرا ونقلها التلفزيون المصري من خلال القناة الفضائية المصرية إلى كل أنحاء العالم، ولاقت نجاح كبير جدا. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن مصر دائما هي مهد الحضارة والثقافة والفنون الرفيعة، وأن مصر هي بلد الأمن والأمان. وكانت أوبرا عايدة قد أقيمت بمناسبة مرور 125 عام على إنشاء دار أوبرا في مصر. معنا في دردشة ليلادي رئيس دار الأوبرا الأستاذ دكتور ناصر الأنصاري. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، شرفتونا يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة مرور 125 سنة على إنشاء دار أوبرا في مصر. حضراتكم طيبين ومصر طيبة بخير. لو هنرجع كده نفتكر من أول ما أنشئت دار أوبرا في مصر من 125 سنة، نتكلم عن يعني نمر مرورا عابرا كده على دور الأوبرا اللي أنشأت في مصر وإيه اللي قدمته طوال الفترة دي. هو تم افتتاح دار الأوبرا المصرية القديمة، الميدان لازال باسمها ميدان الأوبرا، في سنة 1869 بمناسبة الاحتفالات بافتتاح قناة السويس. في ذلك الوقت أرادت مصر أن تظهر أمام ضيوفها بمظهر متقدم، وأنه جميع أنواع الفنون العالمية بتقدم فيها، فتم إنشاء دار الأوبرا القديمة لتقديم العروض عليها لضيوف مصر. أحب أرجع أنه قبل كده ده ما كانش أول حاجة الحقيقة، لأنه كان في إرهاصات فنون أوبرالية في مصر. فمثلا كانت الكوميدي فرانسيز بتيجي مع سارة برنار من قبل كده بيمكن 40 سنة وأقل شوية بتقدم بعض الأعمال. قبل كده في الخمسينات وأوائل الستينات من القرن الماضي أيضا كان في بعض الأوبرات بتيجي من الخارج، وكان في مسرح على ما أذكر مسرح الكرسال القديم كان بيتقدم عليه مثل هذه الأعمال العالمية. وفي اسكندرية كان في زيزينيا برضو مسرح اسمه مسرح زيزينيا بتقدم عليه. إذن كانت البلد مؤهلة فعلا لاستقبال دار أوبرا تقدم عليه هذه الفنون اللي كانت بتقدم على دور أخرى غير مجهزة تجهيز كامل للأوبرات. فمع افتتاح الأوبرا الحقيقة بدأ هذا النوع من الفنون الرفيعة ينتشر انتشار أكثر ويلاقي جمهور أكبر. طبعا سنة الافتتاح اتقدمت 6-7 أوبرات، كان الافتتاح طبعا بأوبرا ريجوليتو برضو الفيردي، وبعدين توالت كثير من الأوبرات وكثير من الأوركسترات العالمية اللي قدمت أعمالها في ذلك الوقت. عايدة نفسها اتقدمت 1871 لأول مرة في العالم، ودي نقطة مضيئة في حياة دار الأوبرا المصرية، لأن الأوبرات دور الأوبرا في العالم بتقاس بما قدمته كفن أوبرالي. يعني يتقال مثلا الأوبرا الفلانية قدمت لأول مرة في العالم على أوبرا ميلانو، يبقى ميلانو بتشتهر بكذا، أو على أول مرة في أوبرا فيينا ثم تشتهر بالأوبرا دي. فإحنا عايدة مشتهرة مشهورة في العالم بأنها قدمت لأول مرة عالميا في مصر هنا سنة 1870. دي نقطة بالنسبة لدار الأوبرا كدار. أما بالنسبة للأوبرا عايدة نفسها، فالحقيقة قصة عايدة قصة مصرية مستوحاة من التاريخ المصري القديم. قصة أوبرا عايدة قصة فيها مجد وفخر للجيش والشعب المصري، وفي كثير من مقاطع الأوبرا نفسها بنسمع هذا التمجيد لمصر ولجيشها. فيها انتصار وفيها فخر وفيها زهو، يعني حاجة تشرف الإنسان المصري أن تكون هذه القصة قصة أوبرالية مشهورة في العالم كله. لو رجعت تاني لإنشاء دار الأوبرا، أقول أنه في سنة 1869 أنشأت أول دار أوبرا، مش في مصر، مصر في العالم العربي وفي أفريقيا وفي آسيا في ذلك الوقت. ما كانش فيها الأوبرا في المناطق دي خالص غير هنا في مصر، كانت مصر فضلت كده لغاية ما بنينا الأوبرا الحالية اللي احنا فيها دلوقتي 1988 للمرة الثانية بنفتتح أول دار أوبرا في المنطقة وفي الشرق الأوسط كله. ما فيش أوبرا تانية خالص دلوقتي حاليا، لغاية النهاردة ما فيش، وفي الدول العربية وفي منطقة الأسيوية لغاية دلوقتي لسه كوريا مفتتحة أوبرا من قريب، سنغافورة بتبني أوبرا دلوقتي، اليابان بتبني أوبرا دلوقتي،
وفي المنطقة الإفريقية أيضا. إذن إحنا ده يبين اللي حضرتك قلتيه في الأول، العمق الثقافي وأهمية الفنون في مصر منذ القديم وفي العصر الحديث. يعني من ساعة إنشاء الأوبرا دي اللي احنا فيها دلوقتي، وأنا قاعدة بتكلم مع حضرتك، الحفلات الراقية جدا، فنون الرفيعة جدا اللي بتقام، التصفيق يمكن بيقعد بالعشر دقايق، صوت البيانو سامعين وحتى يهدي الأعصاب يخلي الواحد يقدر يركز أكتر. يعني في الحقيقة منذ إنشاء الأوبرا دي وفي يعني حركة رواج أكتر للفنون المختلفة، وهناك يمكن مهرجانات أقيمت في دار الأوبرا هنا، حفلات كتيرة، أوبرات كتيرة، فنون استعراضية برضو، يعني نقدر نعبر بسرعة على ما أنجزته دار الأوبرا من أول افتتاح الدربة الجديدة دي لحد النهاردة. طبعا، لأنه الحقيقة 17 سنة الفرق ما بين احتراق الأوبرا وافتتاح الأوبرا، الجمهور شعر بغيبة هذا النوع من الفنون الرفيعة الراقية، ومكان راقي يتوجه إليه ليستمع مثل هذه الفنون. طبعا مسرح الجمهورية قام بدور في ذلك الوقت، وقاعة إيورت قامت بدور، ومسرح سيد درويش قام بدور، لكن جميع هذه أماكن لا ترقى لمستوى الأوبرا لا القديمة ولا الحديث. فالحقيقة مفتتحة الدار 88 كانت الخطة أن تكون هناك عروض وافدة من الخارج في أغلب الأوقات، وبعض العروض المصرية بعد قرار جمهوري بإنشائها كهيئة عامة اختفى المفهوم بعض الشيء، وأصبح هناك فرق كاملة تابعة للهيئة العامة المركز الثقافي القومي أو دار الأوبرا لتقديم عروضها. إحنا النهاردة بقى عندنا 10 فرق، يعني الأول كانوا 5 وبقوا 6 وبقوا 7، بقى عندنا 10 فرق تابعين لدار الأوبرا، تابعين دار الأوبرا اللي هي أوركسترا القاهرة السيمفوني، ودلوقتي السنة دي بقى عندنا أوركسترا تاني اسمه أوركسترا أوبرا القاهرة، عشان يتفرغ الأوركسترا السيمفوني الحفلات الكبيرة، ويبقى فيه الأوركسترا الأوبرا اللي هو بيقدم العروض المصاحبة للأوبرات والباليه سواء المصري أو الأجنبي. وبعدين عندنا فرقتين الموسيقى العربية، فرقة موسيقى عربية وفرقة قومية موسيقى عربية، فرقة الكورال وفرقة الأوبرا وفرقة الباليه التقليدي وفرقة الباليه الحديث، وبعدين كورال الأطفال، وبعدين الرباعي الوتري. العشر فرق دي بتشتغل بصفة دورية وبصفة منتظمة على مدار كل موسم، مع إعطاء مساحة للعروض الأجنبية، لأنه أساسا إحنا لازم نشوف العالم بيمشي إزاي في كل شيء، فما بالنا في الفنون اللي هو الإبداع الجديد والفكر الجديد والابتكار لازم نشوفه. فإحنا بنقول نقدر نقول أن الخطة بتاعتنا بترتكز على 30% عروض أجنبية و70% عروض مصرية، سواء كانت عروض من فرق الأوبرا أو من فرق أخرى متميزة مصرية بتحب تعرض عندنا. ضروري جدا أنه الإنسان المثقف بيكمل ثقافته، يعني الإنسان المثقف لو قلنا طبيب مثقف، هذا الطبيب المثقف أو هذا المهندس لو كان مثقف يجب عليه أن يلم بالفنون، وده اللي بيحصل في العالم كله. الفنون ترتقي بمشاعر الإنسان وبأحاسيسه، ما فيش شك دور الفنون في العالم يعني معترف به من الجميع، من أيامنا إحنا برضو كمصريين عندنا في جدران المعابد بنلاقي شكل الهارب موجود، وامتى كان بيتعزف على الهارب، وامتى كان، وآلات كثيرة جدا موسيقية كانت موجودة من زمان وكان بيعزف عليها وكان بيقدم. إذن هناك اهتمام بالفنون بجميع أنواعها، ويمكن الفنون المسموعة والمرئية اللي احنا بنقدمها أيضا. حضرتك بتسأليني على الأنواع اللي بتقدم، يمكن أشرتي أنه احنا بنقدم الأوبرات، طبعا فرقة الأوبرا بتقدم أوبرات، دار الأوبرا بتقدم أوبرات، لكن إلى جانبها بنقدم رقصات الباليه، والرقص الباليه ده ليس إلا نوع من الحركات التوقيعية المرتبطة بالموسيقى وبالجمال، وعناصر كثيرة تتدخل فيه زي عنصر بتاع ملابس إبهار، ملابس والديكور والإضاءة والحاجات دي كلها. إذن بنحط ده كله مع بعض وبيطلع في الآخر عرض من عروض الباليه. عندنا باليه تقليدي، الباليه العادي اللي هي الباليهات المشهورة جدا، بحيرة البجع وكسرت البندق، وعندنا أيضا فرقة الباليه الحديث، لأنه العالم بيجري، الرقص المسرحي الحديث بقى له مقاييس أخرى، فإحنا أنشأنا له فرقة هنا وبتقدم عرضين أو ثلاثة طول السنة برضو للجمهور القاهري اللي يطلع على الحديث في العالم في مجال الرقص الحديث.
الموسيقى العربية احنا الحمد لله قدمنا دلوقتي بقى لنا خريطة ثابتة تقريبا كل خميس في عرض لفرق الموسيقى العربية سواء كانت فرقة القومية أو الفرقة العربية، وأصبح هناك ملامح واضحة لكل من الفرقتين، دي بتقدم التراث المصري القديم ودي بتقدم التراث المصري الأحدث والتراث العربي من الدول الأخرى. أسعار التذاكر مش غالية؟ معقولة في متناول الأيدي؟ احنا أسعارنا في متناول الجميع، على اللي عندنا تخفيضات كثيرة جدا، عندنا تخفيضات للمجموعات الكبيرة والمجموعات الصغيرة، وعندنا تخفيضات أيضا لمن يريد أن يحجز عدة عروض مع بعض، يعني يقدر يشتري كارنيه بعشر عروض أيا كانت عشر عروض، ودي بتوصل تخفيض فيها ل50% وأكثر ساعات، على أن عندنا أماكن خاصة للطلبة وتخفيضات خاصة للطلبة بتوصل ل5 جنيه تذكرة ساعات وأقل، ده على المسرح الكبير. على المسرح الصغير عندنا التذكرة موحدة ب10 جنيه في جميع العروض و2 جنيه للطلبة بمجرد إظهار كارنيه الطلبة. طبعا احنا لانه ده احنا بنقدم خدمة ثقافية اساسا، لا نبغي الربح، ولكن هذا لا يمنع ان احنا برضو يعني بنحب نجيب العروض عالية المستوى. العروض عالية المستوى الان في العالم اصبحت مكلفة جدا، وهذه التكلفة يجب ان تخرج من ميزانية او من وسائل اخرى انا بسميها الوسائل التمويل غير التقليدية. نتمنى ان احنا نكون بنرضي اذواق الجميع، لانه برضو اما بنقدم موسيقى عربيه وبنقدم كونسير بالفرقه السيمفوني ونقدم اوبرا ونقدم باليه ونقدم اوبريت، يعني احنا قدمنا لاول مره اوبريت شهرزاد على دار الاوبرا وكان من انتاج دار الاوبرا من حوالي 2 سنين تقريبا. في الحقيقه ده بيخليني اسال دكتور ناصر عن دور الاوبرا في تقديم المسرح الاستعراضي، خاصه ان احنا عندنا مسرحيات مشهوره جدا لفنان الشعب سيد درويش وغيره وغيره، يعني عندنا رصيد حافل، فالمفروض ان نشوف بقى المسرحيات الاستعراضيه الضخمه على مسرح دار الاوبرا. وده اللي احنا بدأناه زي ما بقول لحضرتك بشهر زاد، ومش بس شهر زاد، احنا قدمنا الأرملة الطروب باللغة العربية، ودي كانت قدمها برضو على الأوبرا القديمة ومن الريبرتوار بتاع الأوبرا، لكن ما هو مسرح استعراضي أوبريت خفيفة وباللغة العربية. طبعا عندنا خطة ان احنا ناخد احد اعمال الأوبرا الثانية بتاعت سيد درويش أو غيره، لأنه مش بس سيد درويش، احنا عندنا أوبريت شهيرة جدا بتاعت ليلة من ألف ليلة لأحمد صدقي موسيقار، الحقيقة دي برضو من الحاجات الجميلة. عندنا مجال كبير، لكن هي عايزة يتم تناولها بطريقة حديثة، مش ممكن هنقدمها زي ما تقدمت من 60 سنة. لا طبعا المانع انها تتطور وتسير طبعا، يعني عندنا في الخطة بتاعتنا ان احنا نحطها ايضا، علاوة على ان احنا بندور في العالم على الاشياء المرتبطة بمصر. دكتور ناصر أنصاري، في الحقيقة أوبرا عايدة لما قدمت في الأقصر لقت نجاح كبير جدا، نجحت الحمد لله، نقلها تلفزيون المصري عبر قنواته المختلفة وعبر القناة الفضائية المصرية، وده إن دل إلى شيء بيدل على الأمن والأمان والاستقرار في مصر. هل هناك تفكير في تقديم أوبرات أخرى على نمط أوبرا عايدة كده؟ طبعا على نمط أوبرا عايدة صعب، لأنه عايدة لها يعني طريقة معينة في جذب المشاهدين، لكن هذا وارد اللي حضرتك بتقوليه، لأنه إحنا من السنة اللي فاتت فكرنا إن نبحث في القواميس الموسيقية وقواميس الأوبرا عن الأشياء المرتبطة بمصر ونقدمها، لأنه في أوبرات كتيرة جدا بقصتها مرتبطة بمصر أو باسمها مرتبطة بمصر، وكذلك في الباليه. يعني احنا السنة فاتت قدمنا فعلا باليه سميناه ليالي مصرية، ألف من مؤلف شهير جدا اسمه أريانسكي. أريانسكي قدم كتب باليه اسمه ليالي مصرية، وهذا الباليه لم يقدم أبدا ومكتوب من حوالي فوق ال100 سنة أظن من القرن الماضي. إذن مناسب لينا جدا احنا عننا عن مصر، احنا المفروض نطلعه، لان اولا موسيقته عالميه ومعروفه عالميا واسمه ليالي مصريه ولم يسبق تقديمه، فقدمناه السنه اللي فاتت باسم ليالي مصريه وسميناه ليله كليوباترا ولقى نجاح. احنا لسه ما نشرناهوش قوي، لكن اتقدم فعلا عده ايام على المسرح العام الماضي، وهيتقدم السنه دي ثانيه وهيتقدم السنه الجايه. احنا بنعتبر انه هذه الاشياء من اولى بتقديمها، مين اللي هيقدم باليه اسمه ليالي مصريه؟ احنا طبعا مصر. الباليه الاوبرا مثلا بتاعه موزارت اللي اسمها الناي السحري، اوبرا الناي السحري دي اوبرا بتحكي شبه اسطوره بتجري على ارض مصر
ومن أولها لآخرها جميع الأوبرا بتجري على أرض مصر وبيحكي عن المصريين وعن المكان. إذن إيه المانع أن احنا برضو يبقى عندنا في خطتنا أن احنا نقدم هذه الأوبرا في أحد الأماكن العالمية لأنها بتجري أمام النيل يا سلام لو تتعمل أوبرا على ضفاف النيل نهر نتمنى. النيل يا سلام نتمنى يعني ما هو لازم أفكار دي وردة يعني يعني ده احنا بنطرحها من خلال دردشة وبنأمل ونحلم مع بعض ان ده يتحقق ونشوفه بقى أوبرا على ضفاف النيل يعني اسمها يتناسب جدا مع المكان وعندنا نهر النيل العظيم تبقى جميلة. هي أهم حاجة انها لغاية دلوقتي دردشة يعني لكن هي الأحلام بتبتدي دردشة وبعدين تتحقق. نحلم مع بعض يعني عندنا المجلس بتاعنا مجلس مديرين بنقعد كل أسبوع مع بعض نحلم ولازم نطلق العنان لأحلامنا ونشوف إيه الأمكانية التنفيذ وإيه اللي ممكن تنفيذه. فمثلا زي ما بقول الأوبرا دي في أوبرا تانية احنا بحثنا ولقيناها اسم غريب جدا ومش مذكورة في الأوبرات العالمية ولو إنها أوبرا من أوبرات موزارت أيضا ومكتوبة اسمها وزة القاهرة وزة غريبة قوي. فلما بحثنا لأنها أنها كتبت ومكتوبة والسكور بتاعها موجود ولكن لم يسبق تقديمها تقريبا في العالم في العصر الحديث يعني قدمت مرة زمان قوي. فاستغربنا أنه طب وزة القاهرة مين اللي هيقدمها غير أوبرا القاهرة مثلا. فبنفكر أنه هذه الأعمال إحنا أولى أيضا بتقديمها. في الحقيقة أوبرا عايدة لقت نجاح كبير جدا وعناصر كتيرة جدا ساهمت في هذا النجاح. إيه العناصر اللي تضافرت في إنجاح أوبرا عايدة؟ الحقيقة فعلا زي ما حضرتك قلتي لأنه الجميع شعر أن هذا مشروع قومي والمشروع القومي معناه أنه جميع الأجهزة بتتضافر جهودها لإخراج هذا المشروع القومي إلى حيز الوجود. هذا المشروع القومي نحن كنا في أشد الحاجة إليه لأنه مشروع عفوا بيعيد طرح صورة مصر أمام العالم. هذه الصورة اللي خلال 3 سنين اللي فاتت أغلب وسائل الإعلام العالمية كانت بتركز على الأمن والمفتقد في مصر، فإحنا بنثبت لهم بصورة عملية أنه لا هناك أمن في مصر. هذا الأمن بيصل إلى أقصى صعيد مصر وبيصل إلى تقديم أعمال فنية في مكان مفتوح يحيط به الجبل يحيط به عبور النيل في حاجات كتيرة جدا تجعل أنه إحنا بنثبت عمليا أنه الأمن مستقر تماما. دي نقطة. النقطة الثانية هو أنه العالم كله دلوقتي بقى بيحاول يمزج ما بين الفنون الرفيعة وتقديمها في الأماكن الأثرية. ده بيقدم في العالم كله يعني لو اديت أمثلة كثيرة في فرنسا أكسون بروفانس مدينة صغيرة في الجنوب ولكنها مدينة أثرية بيقدم فيها مهرجان سنوي للأوبرا والموسيقى. مدينة أفينيون في فرنسا في وسط فرنسا بيقدم فيها برضو مدينة صغيرة ولكنها مشهورة بأثرها التاريخية منها قصر البابوات ومنها الكاتدرائيات الكبيرة ويقدم فيها سنويا مهرجان مسرحي مفتوح سنويا. إذا انتقلت لسالزبورغ في النمسا كذلك بيقدم فيها في مكان مفتوح وفي الأماكن الأثرية مهرجان أوبرا سنوي وهكذا. لو عديت حلاقي كتير جدا حتى في المنطقة العربية كارتاج بتاع تونس مهرجان كارتاج المسرحي والسينمائي والموسيقي والموسيقى العربية والموسيقى الأجنبية والأوبرا كل ده في كارتاج بعلبك جرش وهكذا. فأصبح المزج ما بين الأحداث الفنية وتقديمها في الأماكن الأثرية مهم جدا بالنسبة للعالم. كان في إيمان مطلق من جميع الوزارات بأنه أهمية هذا العمل. يعني لو قلت مثلا القوات المسلحة والكوبري الجميل اللي بنوهن على النيل وطريقة التنظيم بتاعة العمل هناك جهاز الشرطة والفضل الكبير لحفظ الأمن في المكان ده وتأمين الناس وشعورهم بالأمن وهم داخلين ولم يحدث ما يكدر الأمن إطلاقا طول الفترة ولا قبليها. حضراتكم التلفزيون مش بس التلفزيون أنا بتكلم على جهاز الإعلام ككل لأنه التلفزيون والإذاعة وحتى هيئة الاستعلامات اللي وقفت مع هيئة الاستعلامات احنا كنا مدينها مركز صحفي كامل كان موجود فيه الصحفيين الأجانب والمصريين أيضا لتغطية الحدث وده كان مهم جدا. نقلتوها شاكرين على الهواء على القناة الأولى والثانية والسابعة كمان القناة بتاعت الصعيد لأن احنا في عز الصعيد وأيضا كان في فقرات بتقدم منها على القناة الفضائية المصرية. أنا سمعت من الخارج الحقيقة تعليقات جميلة جدا.
الدعم اللي ساعدتونا بيه لما حصل تأخير في وصول بعض المعدات، والحقيقة استفدنا من الهندسة الإذاعية والهندسة التلفزيون في أنها ادتنا بعض المعدات. صحيح المعدات اللي جاية من الخارج وصلت في ميعادها، لكن على الأقل كنا مطمنين أنه ورانا جهاز آخر معانا في المسؤولية وبيسندنا. وزارة الكهرباء اللي وصلت لنا الكهرباء في المنطقة دي كلها، وزارة المواصلات وصلت التليفونات، وفي المينا في اسكندرية كان دايما معانا المسؤولين في المينا، ويخرج الكبير المرشدين بالليل في عز العاصفة عشان يقدر يدخل المركب لأنها كانت اتأخرت شوية من أسباب عاصفة أخرى في إيطاليا. وزارة الصحة اللي قدمت خدمات صحية هناك وقدمت مستشفى وجددت المستشفى بتاعت الأقصر. طبعا مدينة الأقصر قبل وبعد كمجلس أعلى للمدينة كانت زي العروسة حقيقة جميلة جدا. أنا بقول إذن هناك انعكاسات كثيرة جدا على مدينة الأقصر، أفادت المدينة كمدينة دخول الكهرباء في منطقة الغرب كلها، دخول التليفونات في منطقة الغرب كلها، تطوير المستشفى بتاعت مدينة الأقصر، رصف الشوارع ورصف الأرصفة كلها وعملية الدهان اللي تمت حركة رواج لمدينة أثرية هامة جدا موجودة عندها. بالضبط، المدينة دي تعتبر منجم ذهبي لنا، دي الحاجة الوحيدة اللي ما فيش زيها في العالم. دكتور ناصر الأنصاري، برضو دار الأوبرا قدمت على مدى 3 سنوات دلوقتي مهرجان الموسيقى العربية، ومن خلال مهرجان الموسيقى العربية يمكن تاني سنة وتالت سنة قدم أيضا مؤتمر عن آلة العود مرة، ومرة تانية عن آلة القانون. وغير كده بقى المهرجانات، مهرجان الموسيقى العربية ده قدم أصوات عربية جيدة وجميلة جدا، يمكن ما كناش هنشوفها مثلا إلا من خلال المهرجانات دي، زي مثلا أصالة، الفنان التونسي لطفي بوشناء اللي لقى هنا يمكن جماهيرية كبيرة قوي والناس حبوه، برضو مطربين تانيين كتير قوي. فأي دور دار الأوبرا في بالنسبة للمهرجان ده بقى المتوقع له والمرسوم له إن شاء الله في السنوات اللي جاية؟ والله إحنا أول مهرجان الحقيقة ما كانش مقصود بيه إنه يبقى سنوي، لأن إحنا حضرتك تفتكري أول السنة الأولى عملناه كاحتفال بمرور 25 سنة على إنشاء فرقة الموسيقى العربية. لكن النجاح اللي وطلب الجماهيري والطلب الإعلامي حتى إن إحنا نعمله كل سنة خلينا نفكر فعلا نعمله السنة الثانية، برضو النجاح أغرانا بإن إحنا نعمله السنة الثالثة اللي هو لسه خالص ما بقالوش شهر دلوقتي. ويمكن المهرجان بدأ يكتسب دلوقتي معرفة على مستوى العالم العربي، حتى إنه بعض الفنانين بيجوا على طول على شهر نوفمبر في مصر في دار الأوبرا في العشرة أيام بتوع مهرجان الموسيقى العربية. زي ما حضرتك أشرتي إحنا قدمنا بعض الفنانين للمرة الأولى، يعني زي لطفي وحتى وديع الصافي إحنا قدمناه في فنان طبعا وديع الصافي. أول مرة كان يقدم من مصر مدة طويلة جدا، إحنا اللي قدمناه هنا في دار الأوبرا. بعض الأصوات الأخرى، الأصوات المصرية التي شاركت، مهم جدا أيضا إن إحنا نشير إليها إنه برضو بنفسح المجال لبعض الأصوات المصرية التي تود تقديم مثل هذا النوع من الموسيقى من غير الموسيقى الصاخبة يعني. والحقيقة أنه كل سنة بيغرينا أكثر، لأنه السنة اللي إحنا بدأنا بخمس أيام، السنة الثانية كان 7 أيام، السنة الثالثة كان 10 أيام اللي هو السنة دي، وما كانش كفاية. في الحقيقة في نهاية الدردشة بشكر حضرتك جدا يا دكتور ناصر، وبتمنى أن دار الأوبرا تقدم المزيد والمزيد من التوهج الثقافي والفني والمهرجانات المتعددة، لأن أنظار العالم كلها بتتجه لمصر من خلال المهرجانات الجميلة الرائعة دي. فأنا بتمنى دوام التوفيق إن شاء الله والنجاح باستمرار. أنا متشكر جدا وأهلا بحضراتكم في زيارتكم دار الأوبرا. كل سنة وأنتم طيبين مرة دي. طيبين يا فندم، شكرا. سيداتي وسادتي، في نهاية حلقتنا النهاردة بنشكر الأستاذ دكتور ناصر الأنصاري رئيس دار الأوبرا، وكانت حلقتنا دي بمناسبة مرور 125 سنة على إنشاء أول دار أوبرا في مصر، وإلى اللقاء في دردشة أخرى إن شاء الله. We'll be right back.
We'll be right back.